وصلنا إلى آخر أخبار السوشيال ميديا مع زميلتنا يارا. مساء الخير يارا. أهلا بيارا. مساء الخير لإلك نور أيضا لإلك آسيا. اليوم ثلاثي نسائي. مساء الخير لجميع مشاهدي تلفزيون سوريا. صار وقت نستعرض أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وردات الفعل عليها. أول مواضيعنا هو فيديو لشاب لبناني ينتقد إجراءات الحكومة اللبنانية الأخيرة بحق العمالة السورية والفلسطينية. نتابع معا. صباح الخير. كثير عالم انتقدوني ليه عملت فيديو دعم القضية الفلسطينية وليه عم تدعم الأجانب بلبنان. ما بهمك العامل اللبناني؟ لا بهمني العامل اللبناني، بس بدي اقول لكم شيء، الدولة اللبنانية مش هم عامل لبناني. يعلمكم هاي الإجراءات اللي عم تاخذها ضد اخواننا الفلسطينيين وضد اخواننا السوري وضد العمال الأجانب الموجودة بلبنان، أنا مع اليد العاملة اللبنانية أول واحد يشتغل، بس هذه الإجراءات اللي عملت مشان تخدم العامل اللبناني، أوعى تفكروا هالشيء. الدولة راحت تشحط 13 مليار دولار، ما عطونا 13 مليار دولار، اجوا بلشوا خنق باخواننا السوريين وخنق باخواننا الفلسطينيين، ويلا اجراءات امل، اجراءات شو اسمه عمل وزاره عمل واقامه وبده يخضع للضمان وعاد عمله، بدنا نفوت مصاري الدوله، ليه؟ لانه ما قدرنا نجيب 13 مليار دولار ونصرهم ونقسمهم على بعض، انما نبلش بالسوريين وبالفلسطينيين وبالاجانب الموجودين عندنا. بدي ارجع ركز على نسبة اللبنانيين اكيد اللي هن متضامنين مع اللاجئين سواء السوريين او الفلسطينيين، ونسبة الوعي الموجودة عند اغلب الشعب اللبناني مثل ما شفنا المبادرات الاخيرة يلي صارت منهم. موضوعنا الاخر لليوم هو لفيديو ايضا اثار جدلا عربيا واسعا يوم امس. الفيديو ظهرت فيه العازفة اللبنانية جويل السعادة اثناء عزفها النشيد الوطني العراقي في حفلة افتتاح بطولة غرب اسيا لكرة القدم في مدينة كربلاء العراقية. نشاهد الفيديو ايضا. طبعا أثار هذا الفيديو جدل واسع بسبب حساسية منطقة كربلاء. ربما بترك لكم أيضا حرية التعليق لأنه بصراحة ما أقدر أجيب أبدا اليوم تعليقات حول هذا الموضوع. من كربلاء إلى السعودية، حيث تصدر خبر سقوط الولاية عن المرأة السعودية موقع لتويتر، فقد أعلنت الدولة سلسلة من التعديلات في نظامي السفر والأحوال المدنية تمنح المرأة حقوقا كانت تبدو من شبه المستحيلات في الماضي القريب، على رأسها السماح لها بالحصول على جواز السفر من دون موافقة ولي أو وصي وإمكانية اعتبارها رب أسرة. لنشاهد كيف غردت الناس على هذا الموضوع. منشوف أول تعليق معنا، أول تغريدة: سقطت الولاية على المرأة السعودية، أنا فخورة بكم، أنا فخورة بنا لأننا نعلم بمدى صعوبة الطريق الذي قطعناه، لأننا لم نختر يومنا الاختصار بل مشينا في الظلام معا. يا بنات مبروك، مبروك لكل وحدة ناضلت وصبرت. نهاية القصص السعيدة اللي دائما ننتظرها وصلنا لإلها، بحبكم ورب نعيش كلنا بحرية وسلام. أيضا بشوف تعليق بعده، التعليق الثاني، محمد المنصور عم بيقول: كنت دائما بفكر أنه بفكر ببنتي أكثر من إخوانها، إذا كيف بتكون حياتها؟ من المسؤول عنها؟ كيف بتكمل دراستها؟ بزوجونها بدري؟ بيمنعونها من الوظيفة اللي بتحبها؟ الحين صرت ما أخاف ومستقبلها مثل إخوانها بعد المساواة بين الأفراد. أيضا تعليق آخر لهند بتقول: سألوني لماذا تطالبين بإسقاط الولاية وتفرحين عند إسقاطها وأنت لا تعانين من تعنت ولي أمرك؟ أقول لهم بأنني أتمتع بجميع حقوقي لأن زوجي رجل نبيل وليس علي أن أعاني حتى أكون إنسانة وأشعر بمعاناة الأخريات. طبعا كله كان تحت هاشتاغ سقطت الولاية عن المرأة السعودية. منبارك لهم أكيد بدورنا. لكن أيضا كان هناك علامات تعجب واستفهام حول اعتقال الناشطة الحقوقية لجين الهذلول. التعليقات بتقول أنه بالوقت اللي أصدرت فيه السعودية قرارا بالسماح بالسفر للنساء دون إذن ولي الأمر، تستمر في اعتقال الناشطة الحقوقية لجين الهذلول بتهمة أيضا قيادة السيارة
السيارة. طبعا قبل فترة نحن بنعرف انه صار ايضا مسموح للمرأة السعودية قيادة السيارة. رح نشوف هي التغريدة ايضا كانت عن هذا الموضوع. طيب ايضا تحت هاشتاج سقطت الولاية عن المرأة السعودية كانت عم تذكر باعتقال لوجين. السعودية اسقطت الولاية وسمحت للمرأة بالقيادة والسفر والاختلاط والعمل وخلع العباءة والرقص والغناء في فعاليات هيئة الترفيه، وهذه جميعها مطالب رائف بدوي ولوجين الهذول. السؤال: لماذا يستمر حبسهما والتنكيل بهما؟ ايضا رائف هو من الناشطين الحقوقيين ايضا بالسعودية، رغم انه يعني معه جنسية كندية. صحيح، وزوجته يمكن بكندا هي مقيمة الآن. صحيح. ودائما عم تطالب حقيقة بأنه يتم الإفراج عن زوجها من قبل الحكومة السعودية. موضوعنا الأخير لليوم هو أمر وزارة الخارجية الإسبانية بإقالة القنصل المصري المدعو طارق في مدريد وترحيله بعدما تعدى على زوجته وابنته البالغة من العمر 14 عاما، طبعا اعتدى عليهم بالضرب بأحد المراكز التجارية، وتبين بعد ذلك أنها ليست المرة الأولى في سجله القضائي، لكن لم تستطع السلطات الإسبانية القيام باحتجازه وتم إخلاء سبيله نظرا لتمتعه بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة له بحسب صحيفة الديارو الإسبانية. عم نشوف هلأ الخبر سوا في أكثر من صفحة جابت هذا الخبر. إسبانيا ترحل القنصل المصري المتهم بتعنيف زوجته وابنته. شوف عديد من التعليقات أو عديد من الصفحات جابت هذا الخبر، وفعلا أثار جدل أيضا الفترة الأخيرة. هاي هي الصفحة مثل ما شايفينها برصيف 22. أيضا عنا شبكة العربية جابت الخبر، كثير من الصفحات. حاولت أنا بس اقتطع أكثر من صفحة جابت هذا الخبر. الفيديو الأخير هو لمدرب نادي الشهيد عبد الباسط الساروت في اسطنبول، الكابتن سالم الذي عبر عن حرقة قلبه بعد قرار الترحيل من اسطنبول لولايات أخرى. نشاهد معا. السلام عليكم جماعة، بس أنا حابب أحكي شغلي، يعني بسألني السورة شو عامل، يعني شو ذنب السورة لحتى هيك يصير فيه؟ وين بنروحنا؟ العالم لحالتك هون بلبنان بالأردن بكل محل. يا جماعة شو عاملين إحنا؟ شو عاملين بس؟ ليش هيك عم يعاملون؟ قال والله بدك تطلع من اسطنبول لانه كملكك ما اسطنبول، وين بدي اروح؟ بدك تروح على بورصه. والله عكملك. طيب انا شو بدي اروح اعمل هني؟ شو اعمل؟ قال والله نحن بنقول لك عفشك اذا ما معك اجار العفش. طيب انا شو بدي اروح اعمل هني؟ منين تدبر شغل؟ ما بعرف، دبر حالك يا جماعه. والله العظيم والله العظيم حرام حرام يا جماعة، اقسم بك يا اخي. بدك تروح على بورصة، بدك ترجع تدفع تأمين للبيت، كمسيون للمكتب، اجارهم نفس الاجر، تشنطط بالتهجير، تهجرنا من بلدنا، قلنا الحمد لله على كل حال، تهجرنا من حمص على ادلب، من ادلب على تركيا. والله هذا التهجير، اقسم بالله يا جماعة، اقسم بالله، انا هلا بطلع 7 المساء من البيت، بفوت 9 الصبح على البيت. 14 ساعة بس مشان أكل وشرب، وأنا قاعد بتركيا مرتاح، مدري شو يا جماعة. إنه مرتاح والله العظيم. هلا عملوا لي بدك تطلع على بورصة لأنه أنت مالك هون، لك والله العظيم أجر الطريق ما في على بورصة يا أخي. والله لك يا أخي مشان الله يجيبونا بحالنا. لك شو أنت شو أثرت عليك الصورة؟ ليه ما بيشتغل مثل الماكينة؟ والله العظيم أوقيت امبارح يا شباب أنا عم اشتغل نمت فيه، حسيت إنه إجاني، قال أنا وعم إجاني مقطع صوت على الواتس، جيت كبست هون على هاي قلبي، كبست على قلبي وحطيته على إذني إنه قاعد يسمع مقطع الصوت. يا جماعة تعبنا والله العظيم، تعبنا والله العظيم تعبنا.
يعني للاسف واضح قديش في حرقه قلب وقديش في يعني يمكن هو عم ينقل معاناه كثير من السوريين من السوريين بنفس الحاله تماما يعني معتبرين حالهم انه رايحين على مصير مجهول بدهم يبلشوا من الصفر لا في شغل ولا في يمكن تناولنا هذا الموضوع بشكل موسع بكثير من الفقرات بلم الشمل يعني بدنا نقول الله يفرج اكيد عليهم يا رب امين يا رب جدير بالذكر انه هذا كان كابتن لفريق حقق فوز بكاس اسينيورت لكره القدم بعد فوزه على اكاديميه نجوم العرب بنتيجه 2-3 والحقيقه ان اكثر من لاعب اضطر للخروج من مدينه اسطنبول بسبب هذا الموضوع انا رح استعرض معكم بعض الصور لهذا الفريق من وقت النجاح تبعهم من وقت الفوز الاخير شوف بعض الصور بنلاحظ انه الكابتن بالنص بيناتهم وهون وقت التدريب وهي وقت استلامهم الميداليات حبيت استعرض معكم هاي الصور لانه فعلا عدد كبير منهم راح هذا كان البوست يوم امس غادر بالامس مدينه اسطنبول لاعب فريقنا علي المرعي متجها الى مدينه بورصه للاستقرار هناك لاسباب خارجه عن اراده اللاعب يذكر ان علي المرعي توج بكاس اسينيورت مع فريقنا قبل ايام علي لاعب شاب موهوب يمتلك قدرات عاليه وله مستقبل كبير كل التوفيق لعلي بالايام المقبله هذا البوست مع صوره علي كان بصفحه نادي الشهيد عبد الباسط سارود باسطنبول صفحه موجوده على الفيسبوك وفعلا كان عندهم حزن كبير انه اغلب لاعبينهم عم يضطروا يروحوا بسبب القرارات الاخيره التركيه. هي كانت كل اخباري لليوم، انتظروني بكره بنفس التوقيت بحلقه جديده او الاسبوع القادم عفوا مش بكره. شكرا اسيا ونور. شكرا يارا مشاهدينا فاصل ورجعنا.